كنت قبل ما ارجع القاهره كان عندي حصلت لي حادثه خفيفه كده، بس الحمد لله. ايه كان الاسود بتاع ده هاجت عليا كلها، وكانت هتأدي ان حياتي خلاص كانت هتروح، بس الحمد لله ربنا ستر وقدرنا نسيطر على الموضوع. والاسود هي اخطر حاجه في تدريب الاسود، ان الاسد يهجم عليكي، يعني ايه منه للارض، يعني يكون واقف على الارض ويهجم عليكي، ده اخطر حاجه. فدي حصلت لي بقى وحاجات كده، بس الحمد لله ربنا ستر بدليل ان انا موجوده. انتوا بتتصرفوا ازاي في الحاجات دي؟ كنتي انت كنت لوحدك كمان؟ طب انت يعني تصرفتي ازاي؟ بابا لما جه علمنا الاسود قبل ما نبتدي نتعامل مع الاسود، ازاي لما يحصل موقف او خطر ما ازاي تقدر تحافظ على نفسك جوه. تمام. فده الصراحه ده انا استرجعت بقى التدريبات اللي هو اللي كان بيعملها لي، والحمد لله. يعني هي تدريبات معينه بتبقي عارفاها، فاذا تعرضت هي يعني هي هي مهنه ترويض الحيوانات المفترسه مكسوره على عيلتي، بس لاني فيها زي خبايا كده، فالخبايا دي ما يعرفهاش غير مش بنديها وجدي وجدتي كده، فكلنا بننقلها لبعض، فعشان كده فتلاقي صعب ان حد يشتغل المهنه دي بره العيله دي. طب انا عايزاكي تحكي لي شويه مواقف حصلت. انت بتقولي لي ان ده اسد ابيض صح؟ ده هو عاده ما فيش اسود بيضاء يعني. لا ده اول اسد ابيض يكون في مصر، هو عندي ده استاذ كريستيان طبعا. ده حتى بصي تلاقي لونه وشه ابيض عن الاسد اللي وراه، الاسد اللي وراه فايق ده. فده طبعا ده مسخره، حتى تلاقي بصي مناخيره لونها بينك اصلا وعينيه بيضاء، تحسي انه اجنبي فعلا في وسطينا ملون. ايوه. وده كريستيان. وده الاسد الابيض ده بيبقى مختلف عن الاسود العاديه اللي احنا عارفينها ولا؟ بيبقى عصبي اكتر، يعني ما بيستحملش اي حاجه، بس ده سكره يعني، ده ابني يعني. لا انت كلهم ولادك، كلهم ابنائي. انت طيبه قوي يعني. لا والله، بس لو اتعاملتي مع الاسود فعلا هتحسي جو تاني وعالم تاني. هو خالص. العالم تاني بجد السيرك. يعني انا بالنسبه لي يعني لما كنت بروح مثلا السيرك وانا صغيره ببقى نفسي اعرف ايه اللي ورا، يعني كواليسي. الناس دول بيبقوا ازاي ورا، خصوصا انا كمان عارفه فيلم السيرك. انا كنت بحبه، كنت بحب حياتهم كده. بس هقول لك على حاجه، كل الافلام اللي في السينما ما بتحكيش اي حاجه خالص. أيوة. عننا. عايزاكي انت اللي تحكي لي بقى. انا هحكي لك، احنا في ظهر السيرك يعني، ما صح يعني السيرك اهو في ستاره، ظهر الستاره. أيوة. عالم تاني. اولا احنا جوه عائلات مع بعض، كلنا عيله واحده جوه، حتى لو ما كناش قرايب، بس احنا بالفعل قرايب، بس اللي ما كناش قرايب فيه يعني بتلاقينا كلنا عيله واحده، تلاقي بناكل مع بعض، عايشين مع بعض، بنسافر بنروح، لاني بنبقى اكتر وقت بنكون مسافرين مع بعض، فتحسي بقى والسفر اصلا بيقرب الناس اكتر ببعض بالظبط، فتحسي بقى كلنا اخوات، كلنا اصحاب. الكبير طبعا ده يبقى الاب، الصغير ده يبقى ده اصغر واحد. عالم تاني وقصه تانيه، في حب ما بيننا متبادل. في بروفات بتحصل كتير في ظهر الستاره. مثلا انا شايفه مثلا لو الكلاون مثلا داخل الميك اب بتاعه مش مظبوط، ببتدي انا اظبطه له، مع انها مش فقرتي، انا فقره اسود. مثلا انا لابسه هدوم مش مظبوطه، فبيبتدي حد يجي يظبط لي هدومي. تحس ان احنا لا فعلا حابين بعض بالظبط، عيله واحده بالظبط. مفيش كل واحد في فقرته، انا ماليش دعوه. والهدف اصلا انتوا يعني جبت سيره الكلاون دلوقتي، فكره انه ممكن هو في حياته يبقى عنده مشاكل طبعًا، وهو متضايق وبيطلع علشان يبسط الناس طبعًا، وخصوصا الاطفال. انتوا كلكم مبدئيا يعني او ال ال الدرس يعني اللي بناخده فعلا من فكره السيرك، انه الناس دول ايا كان ظروفهم هو بيطلعوا عشان يبسطوا الناس بالزبط، علشان يضحكوا الاطفال بالظبط. فدي في حد ذاتها حاجه نبيله قوي. طبعا الكلاون اللي انت بتشوفيه بيضحك وبيهزر وبيلعب الاطفال والبيبيهات اللي قاعدين، اصلا في ظهر الستاره عنده مشاكل، عنده مشاكل شخصيه، عنده مشاكل مع خطيبته ومع مراته ايا كان. لا يعني كل واحد عنده زي حياه شخصيه. لا وانتي يعني ومثلا انتوا عندكم اللي هي بتاعه الخناجر. يعني الواحد ممكن يموت نفسه عشان يبسط الناس يعني. لا خالص، انت بتتعاملي مع اسد ونمر، ممكن اي حد فجاه حد فيهم ياخده. انا حاجه، انا قبل ما ابتدي كمان مع الاسود، لما كان اصحابي قرايبي بيتمرنوا كنت بدخل اتمرن معاهم، مع اني ماليش فيها. الخناجر كنت اقف لهم يرموا عليا سلك امشي مع، يعني لينا كلنا ايه داخلين مع بعض بنتعامل. فعشان كده بقول لك حياه تانية وقصه تانية في ظهر السيرك، يعني الكواليس بتاعتنا كواليس فعلا بجد جميله يعني. طيب بما انك عرضتي بره كتير كمان، يعني نوسه بره مصر، نظرتك ايه للسيرك في مصر او نظره الناس للسيرك في مصر وبره مصر؟ اوكي، هو في انواع من الشركات، في الشركات اللي هي الاجنبيه وفي الشركات المصريه، المصريه اللي هي مقتصره على عائلتنا او السيرك الدوله زي السيرك القومي. وفي الشركات الاجنبيه اللي هي معظمها انا بتعامل معاها.
طبعا في التكنيك بتاع الشغل طبعا مختلف تماما عننا في مصر. تمام. بيهتموا جدا بكل حاجة وبأداء التفاصيل، بياخدوا بالهم من شكل الفنان، الحالة النفسية بتاعته، داخلة مبسوطة زعلانة، يشوف يعني هم علموني اخد بالي قوي من الوقت، اتعلم اخد بالي قوي من احنا مرحبين. لا احنا هنا عادي براحتنا، الناس مبسوطة، كمل بقى عادي. بالظبط، احنا هنا عندنا هزار يعني اما هناك، بس ما يمنعش احنا عندنا برضو ضبط وربط في اوقات معينة، بس هو الاجانب ما عندهمش الاوقات المعينة، لا ده عندهم كل الاوقات كده. هو ظبط وربط، احنا عندنا لا بيبقى عندنا ظبط وربط، بس ممكن عشان ده قايم ان احنا عشان احنا عيله وعلى طول بنهزر وكده، فتحسي. بس انا نفسي بفضل شغل المصري عن الاجنبي، لان الاجنبي متعب قوي، بيبقى ملتزمين زياده عن اللزوم، فاحنا بنحب المصري اللي واخدين راحتنا اكتر. اللي مراح راح ده وراح، هو يد يعني بصي هيموت ويدخل. تعالى ايه، تعالى 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 يا حبيبي العب مع الاسد. الراجل ده شويه وهمشي. تعالى ايه، تعالى تعالى ما تخافش يا ايه، هو بيطلع اصوات. طيب لا انتوا كملوا كلام عادي، انا بس هقعد معاه. طيب صحيحك بقى ده. طيب ايه أيوة. ينفع المكان ده لطيف عشان انا امبارح هاني المخرج لما انت اللي خايف مني لما لعب معاه في الحته دي. لا هاني عصبه واحنا كمان كنا قاعدين بنتكلم مش واخدين بالنا. لا هو بصي هو بيبتدي اللي هو ايه ياخد على اياد شويه، هو كده مكسوف. لا اياد، لا 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 اياد مش الدرجه دي. بس انا بلعب مع الكلب بتاعي كده. لا كلب غير الاسد يا حبيبي. هو ما عندوش سنان صح؟ عنده طبعا، صغيره خالص يعني. تعالى النوسه ما تقعديش تطمني كتير عشان لما يتعرض. تعالى يا كلب كوتا صح؟ لا يا جد ما يبقاش الموضوع. كملوا انا ماليش دعوه بالتفاصيل بتاعتكم. بص اصلا طب يقعدي يقعدي بطني، بس بطني بتتحرك. طيب قولي لي بمناسبه هنا وبره، انت عرضتي فين بره؟ ايه البلاد اللي رحتوها عملتوا فيها عروض؟ رحت الامارات، رحت سوريا، رمز الاسد، الكويت. دي الاماكن اللي عرضت فيها، بس كان اقبال حلو قوي على السيرك، بس معظمها كانت شركات اجنبيه، والفقره الوحيده اللي كانت بتمثل مصر كنت انا. تمام. اياد خلاص اخد عليه. هذا جميل والله. طب اياد كويس عشان هو يمكن بيربي حيوان اليف في البيت فعارف يتعامل. اياد اصلا هياخده وهو ماشي خلاص. بس انا عندي حساسيه من القطط، هو الاسود من فصيله من نفس الفصيله شويه وهعطس يعني. فجاه اياد يقعد مننا. طب انت ما خدتش بالك ليه في الموضوع ده صحيح؟ انت رايح فين بضهرك ده؟ ايدي بعدها يعني. لا خلي بالي ان انا ما احطش ايدي على. تعالى اتكلم اتكلم. انا عايز اعرف حاجه بقى دلوقتي يا انوسه، بما انك مدربه اسود، حاجه مش متعرف عليها، وانت بنوته زي القمر ما شاء الله عليكي، ربنا يخليك. خطوبه، الجواز، الارتباط عموما في حياتك، اكيد في ناس كانت عايزه ترتبط بيكي. متاكده من ده يعني. ففكره انهم يتقبلوا اسد في البيت. اسد في البيت. ايوه مفيش عيني حد بيتقبل الفكره دي يعني. لا صعبه، بس انا عندي الاسود كل حياتي، فما اقدرش ان انا ابعد عن الاسود يعني. يعني جالي كتير قوي كل يجي يقول لي بلاش فكره الاسود، بلاش مش عارفه ايه، فما اقدرش يعني. احنا بنلعب. طب هما بيجوا على اي اساس؟ انا مش تعال، ما هو راح له. انا رحت له. ما تخافيش مني، مش هعمله حاجه. انا اللي جاي اخوف الاسد. انا خايفه عليها اياد. ما تخافش يا كوتا، اياد طيب. على فكره انا طيب والله، خليه يلعب براحته، ده انا كنت جاي اشوف. يلا روح. فانت بالنسبه لك ده يعني شرط اللي هياخدك هياخد معاكي الاسود يعني. لازم ياخد يعني. دول يعني اسيبهم لمين؟ حرام يعني. مالهمش حد غير. مالهمش حد غير. قالت لك هو بيرضع وبينقنق في اللحمه معاه. بس عايز اسالها سؤال عشان انا كنت سامعكم من بره، انت بتحبي الاسود قوي كده، ازاي مستحمله انك تشوفي اسد متحنط عندك في البيت؟ يعني هقول لك يعني على حاجه. يعني ده متحنط يعني. اوكي انت كلامك قلبك يوجعك على الاسد. بس ما تنساش في الاول ان انا مدربه اسود، قلبي جامد. لا ماشي، ده حاجه انك مش خايفه من الاسد بس بتحبيه، لكن هو يبقى تعامل مع الاسود جثه عامده متحنطه في البيت. اوكي لانه كده لانه ميت. مش هو هم ما قتلوهوش يعني، هو مش ضايقهم فموتوه، قالوا يحنطوه. هو كان ميت، هو ماتوا من كتر ما بيحبوه حنطوه وسابوه في البيت. لا ليه كده؟ ماشي كده ماشي ماشي، انا هفضل وراك والله. طيب يا نوسه انت خططك ايه؟ انت شايفه حياتك ازاي بقى؟ بالنسبه لو في شغلي، بفكر دلوقتي ان انا ادخل في عروضي حاجات جديده، حيوانات جديده. زي ايه؟ ابتديت تمساح مثلا. هتجيب ايه تاني؟ لا ابتديت بالاسد الابيض. وان شاء الله الايام الجايه هجيب فهد، وهجيب ونمر ابيض. عشان لما تيجي تتفرجي على شو تحسي ان شو متكامل، فيه الاسد الانثى والذكر والنمر والاسد الابيض والفهد والنمر.
عشان تبقى فاكرة. انتي ما كمان الناس بتستعين بيكي في الافلام وفي الاعلانات واي حاجة بيحتاجوا فيها اسد عادة بيستعينوا بيكي. اه بالظبط، انا اللي بعمل حاجة كتير. عملت مع عادل امام فرقة ناجي عطا الله في رمضان، عاملة مع طلعت زكريا حامد قلبه جامد برضو في رمضان، اعلانات كتير. بيبقى مطلوب منك يعني بيقول مثلا انا عايز الاسد مش عارف يعمل كذا، فانت بقى انت تعاملي بقى ولا ايه؟ وبرده مع ساندرا نازله في فيلم مصلحه مع احمد عز واحمد السقا برده. يعني قصدي بيبقى ايه يعني هو بيبقى بيجي المخرج بيجي يقول لي مثلا انا عايز شوت كذا، فابتدي ان انا انظم ده معاه. فانت بتدربي الاسد ان هو يعمل ايا كان اللي المخرج عايزه ايه عشان يصور. بالظبط هو ده بنعمل الفكره دي. للدرجات دي بتعرفي تتعاملي معاهم؟ هنا في مصر بابا ماسك بقى الحته بتاعت بره، الافلام بتاعت بره. والغابات ايوه والحاجات دي. يعني برضو ربنا يحافظ عليكم، النهارده فقرتين اخطر من بعض معانا في البرنامج. انت حتى لو شفتي من ضمن الصور ان انا كنت عامله اعلان مطلعه بره. ده شايفين الصوره معايا اهو، كنت مطلعه الاسد بره في الغابه، غابه مفتوحه. والكرو ما كانش مقلق؟ ده كان بيصوت ما كانش مقلق. لا الكرو بتاعنا ما يقلقش. ده ممكن يلا روح يا كوتا روح. لو في اي حاجه خارجي لا، وبصي لا مدى مش كوتا، ده ابو كوتا يعني. ايوه راجل كبير يعني، اسد كبير قصدي. طيب يعني انو سانس نورتيني بجد النهارده فكرتي وكوتا نورتني يا كوتا. لا ميرسي. وانا نورتك، انا نورتك. كوتا نورتني يا ايده في الفقره. شكرا يا رجاله. وبجد يعني خلي بالك من نفسك. ميرسي، ربنا يحافظ عليك يا رب ان شاء الله. ميرسي اياد. شكرا يا عمي. ميرسي يا كوتا، ربنا يخليك، ده انت طالع مسالم جدا. ميرسي يا اياد. لا لطيف جدا. قول له ميرسي يا اياد. طيب يا نوسه كده حلقتنا وفقرتي خلصت والحلقه كلها خلصت. استنونا بكره ان شاء الله الساعه 6. سلام.